راه كاين القانون ماشي شي حاجه غير فمي ¡Viva!
تجري اشخاص. إنما زعما الأدب ديالنا والتربية ديالنا كما نجرحوا الأشخاص خاصة أمام الملا. هاد النصيحة كاع واخا تبغي تنصح واحد أمام الملا كتولي فضيحة. فالأحا أنك تجرح فيه أو تجرح أحزاب، تجرح مجموعة. الله يخليكم، نضغطوا فيروا زعما على الأخلاقيات زعما ديال السياسة. وإلا كان شي حاجة راه حنا غير كنضيعوا في الحصانات. الإخوة المشاركة فاهمين، إلا كان شي حاجة خاصها دار غادي دار في غطاء مؤسسات. ومع الأسف راه بغينا نذكر مع الأسف دار داكشي اللي دار، دار أخطاء ولكن دار هاد الأخطاء دار لنا كاين فجوات في القانون الدستوري. والقانون الدستوري راه الإخوة تاعك بيجينا راه كاين في الحكومة. يعني دار أخطاء القانون الدستوري التنظيمي كاين أخطاء ولكن راه هو وقع عليها. إذا إلا كان شي حاجة وكانت بدات أخطاء في هاد الجلسة واش قانونية واش ماشي قانونية ونهضروا على الناس واش رجعوا الانتخابات كيفاش دارت كيفاش ما دارتش واش كانت الطريقة صح ولا لا. نتجاوزوا على هاد المسألة هادي ونتجاوزوا مسألة الله يخليكم خاصة التجريع لا في الأحزاب ولا في الأشخاص تفادوها إلا بغينا نزيدوا شوية في البلاد. إخوة الله يخليكم إلا كنا زعما حضرنا كنت كنتمنى ندوزوا هاد الجلسة في شهر واحد ساعتين نساليوها نشوفوا عندنا شي جنازه الا كتبنا نحضروا ليها وخليونا الاخوه اللي عنده شي يد في مؤسسات اخرى خصو يقضيها. اللي بغا يمشي مؤسسه شي محاكم ولا شي مجلس دستوري خصو يقضيها. اما هنا راه غير كنضيعوا في الحجر. لا السيد كاتب ما يقدر يدير لكم حتى شي حاجه ولا حنا كاحزاب ولا عبد ربي ما عندوش تسكيه حتى ما يقدر يدير شي حاجه. اللي بغا شي حاجه يسال القضاء ونتمنى السيد الرئيس نتمنى يحدد واحد العدد ديال المدافعات في الصاد كامل في صدكم ونتمنى يخدموا اللي دخلوا برا وثانية وثالثة بلا ما نعاودوا التكرار ديال المناخات ونتمنى ونلقى الصلاحية تعود للرئيس والله يخليكم نحاولوا ندوزوا هاد الجلسة هادي بسلام. السلام عليكم.